اهلا وسهلا مشاهدينا الاحباء في برنامج جي وقتك، بنرحب بيكم باسئلتكم واقتراحاتكم، واحنا منتظرين كل ردودكم اللي انتم محتاجين تسالوا عليها. وبنرحب بابونا توما، اهلا بيك يا ابونا اهلا بيك توما. اخ سامي، اختار الرب هيدينا وقت جميل امين يا رب في ومبارك اسم يسوع. النهارده. اؤمن يا رب في كل اسم يسوع، مشاهدينا في الدنيا كلها الرب هيكلمهم، اؤمن يا رب. واحنا منتظرين الرب النهارده يجاوب على الاسئله. في ناس متحيره جدا النهارده، الرب هيكلمها. انا بتمنى امين من كل المشاهدين في كل الدنيا انهم ينتظروا وفي اجابات جايه مخصوصه اسم خاصه يسوع من اسم السماء يسوع. ليك انت شخصيا. عشان كده احنا هننتظر النهارده. لينا النهارده برنامجنا هيتكلم عن الرجاء، والرجاء ده امر عظيم جدا كلنا عايزينه نعيش فيه في الايام دي، وهينقلنا. الرجاء ده لما هيخش جوايا هيطلع منه ثمار مباركه جدا. هتكلم معاكم في بعض الدقايق قليله جدا عشان خاطر اوضح كلمه الرجاء. كان موجود في كورنثوس الاولى 15. كان بيعترضوا دايما، شعب معترض، على بيقول في قيامه اموات، ما فيش قيامه اموات. فبولس الرسول جه قال لهم ان في حتميه قيامه اموات. كانت الناس بتنكر في قيامه، وفي ناس تقول لك لا ما فيش قيامه، لكن الرب له كل المجد قطع هذا الكلام وحدده ان في قيامه اموات، بدليل ان المسيح له المجد، هو بكوره الراقدين واول واحد قام من الاموات. عشان كده عايز اقول لك ان الرجاء ده بدايته قيامه المسيح. صحيح. ولما وصلنا لقيامه المسيح هقرا لك كلمات مهمه قوي قوي في كورنثوس الاولى صح 15. حرركم من عدد 14. وإن لم يكن المسيح قد قام، هو البوليس الرسول بيقول للشعب اللي هو معترض في كورنثوس، فباطل كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم. ولو ونوجد نحن أيضا شهود زور لله، لأننا شهدنا من جهة الله أنه أقامه المسيح وهو لم يقيمه. إن كان الموت لا يقومون، لأنه إن كان الموت لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام. اسمع الكلام المهم ده، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم، إن الذين رقدوا في المسيح أيضا هلكوا. إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس. تعبير بسيط جدا هشرحه في دقيقة واحدة. إن كان لنا رجاء في المسيح فقط احنا اشقى جميع الناس. رجائنا ايه؟ رجاء الناس دي بولس الرسول بيقول الرجاء الارضي، يعني انا عايز المسيح بس يقف معايا في صحتي، يقف معايا مع اولادي، يقف معايا في بيتي، يقف معايا في شغلي. هو حدوده، حدود الرجاء ده حدود ارضيه محدده، لكن للاسف مش هو ده المسيح اللي غرضه، رغم ان كل دي الحمايه والامان والسياج اللي الرب عايز يديهولك بيديهولك من ضمن هذه الامور، لكن الرجاء المبارك اللي الرب عايز يديهولك النهارده مش يقول لك رجاء بس في الارضيات. ان كان لنا في هذه الحياه فقط رجاء في المسيح فاننا اشقى جميع الناس. عشان كده عايز اقول لك رجائك النهارده مش ارضي، لكن رجائك سماوي. عشان كده النهارده عايز اقول لك بص لفوق، خلي تطلعاتك سماويه، خلي اشواقك روحيه، لان احنا على الارض دي هنعيش في 70 مع القوه 80، لكن احنا هنتغير لتلك الصوره عينها من مجد الى مجد. عشان كده ان كنت، حتى بولس بيقول سؤال جميل في نفس الاصحاح، ان كنت كانسان قد حربت وحوشا، بيقول له انا لو ليا رجاء في الارض بس، بيقول لك انا كانسان حربت وحوشا في افسس، فما المنفعه لي ان كان الاموات لا يقومون؟ بيقول له انا حربت وحوش مش عشان المنفعه الارضيه او الرجاء الارضي، لكن هو بيقول لك انا حاربت وحوش في افسس، فالمنفعه لي ان كانت الاموات لا يقومون فلناكل ونشرب لاننا غدا نموت. لكن احنا فكرنا النهارده بنقدم لك رجاء اكبر واعلى من الرجاء الارضي. وانتبه النهارده لان في ليك انت بالذات يا من تحير، ليك رجاء قدام ربنا، ليك صوت من ربنا. انتظرنا النهاردة، ولو عندك أسئلة احنا منتظرينك. أهلا بيكم في برنامج جي وقتك. أهلا بيك يا بونا. أهلا بيك أخ سامي. عندنا سؤال يا بونا عايزين نسأله حضرتك. ممكن حضرتك تقول لنا ما معنى الرجاء؟ هل هو الأمل الذي نطلب تحقيقه؟
وإن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي. عشان كده عايز أطمن من حضرتك وتطمننا وتطمن كل المشاهدين، ما معنى الرجاء؟ الرجاء هي كلمة مش مقتصرة على كل ما هو أرضي زي ما حضرتك قلت في الأول. والرجاء ده هو الورقة الرابحة اللي بيعمل بيها الروح القدس في قلب كل إنسان. لولا الرجاء، لولا ما الخاطي عرف يقوم، لولا ما المؤمن عرف يتشدد. رجاء الخاطي في انه في توبة وانه في نعمة ممكن تشدده، رجاء المؤمن في ان الرب جاي وهيرفع راسه. الرجاء هو احساس المؤمن دايما بانه في امل في الامر ده، في قوة جاية في الامر ده. الذي يفقد الرجاء ده بيفقد الايمان. عشان كده الكتاب المقدس جمع ما بين ثلاث امور: الايمان والرجاء والمحبة. ايمان بدون رجاء ده ما اسموش ايمان. الرجاء هو الامر اللي انا مش شايفه لكن برجوه، بصدقه هيحصل. عشان كده الرجاء ده كلمة اذا ترمت في حضن واحد مريض وقلت له خلي عندك رجاء، هيحس فيه امل جديد انه ممكن يتشفي. لو في خاطي ذليل مطروح خلي عندك رجاء، الكتاب يقول له يوجد للذليل رجاء. الرجاء ده كلمة بتشمل مش بس الامور العينية ولا الامور المادية، الرجاء ده بتشمل السماء والارض، بتشمل الإيمان، بتشمل الواقع، بتشمل اللي جاي. الرجاء هو كل ما يحيط بينا ومصدقين اللي احنا لسه ما شفناهوش هنعرف نشوفه. آمين. أبونا، أنا كنت عايز أستفسر من حضرتك على سؤال. إيه معنى في فرق بين الرجاء والأمل؟ أنا كنت عايز أقول حتة وبعدين تكملها لي. فضل. أنا حاسس إن كلمة الأمل دي يعني أنا مثلا أملي في فلان إنه يحقق صحيح. لي مصلحة معينة بالضبط، وبعدين يخيب الأمل ده. صحيح. لكن الرجاء أنا بقول بقى الرجاء أقوى من كلمة الأمل. صحيح. أو فعاليته أقوى من كلمة الأمل بسبب واحد اللي هو إيه؟ أنا ليا رجاء في مين؟ في الرب. بالضبط كده. فهو لا يخيب بالزبط. ولا يمنع عني. لكن املي في الناس ما ممكن يستجيبوا وقت معين جد. وممكن ما يستجيبوش لاجل ظروف خاصه بيهم، انا مش عارف ظروفهم ايه. ودايما الامل بيبقى مطروح مع الشك. بمعنى ايه؟ اتفضل. يعني انا لو عندي واحد يقول انا عندي امل انه المشروع ينجح، دايما عنده امل ان المشروع ينجح، وفي نفس كلامه هو عنده شك ان المشروع ينجح. لكن يقولك انا عندي رجاء. يقين يا ابو ده يقين الايمان، لان انا هو متاكد ان انا عندي رجاء هيتم. لان الرجاء هنا انا برميه في حضن مين بقى؟ برميه في حضن المسيح. لان اذا رجيت شخص اخر وترجيت شخص اخر غير المسيح، انا خرجت من بره دايره الرجاء لحيز الامل. واعتقد ان كل المشاهدين اللي حاضرين وسالناهم احنا وقلنا لهم قولوا لي على شخص واحد في العالم قدر يوصل لك فكرة ان يبقى عندك رجاء، انك تنام وانت مرتاح ومطمن، هيقولك مفيش بني ادم واحد قدر يديني الاحساس ده. اسأل المؤمنين مين اللي ادالك رجاء في الحياة، مين ادالك رجاء في بكرة يبقى مفيش في جيبه جنيه ونايم هو مطمن ان ربنا هيديله الرجاء ده. جبته منين؟ شخص المسيح. من المسيح. من المسيح بالضبط. ايمانه بالمسيح، طرح ثقته في المسيح، طرح ايمانه في المسيح، ده خلى قلبه يتنطط برجاء كده انه اكيد ربنا مش هيسيبني. وبيتكون الرجاء ده من فكرتي وايماني وقرايتي في الكتاب المقدس عن شخص الرب. هو ده اللي بيخلي عندي رجاء اكتر في ربنا، الكتاب. امين. هو يا ابونا الرجاء ده لما دايما بيبقى مبني على اسس من الكتاب المقدس تلاقيك زي الشجره مغروسه واصولها نازل واصله للميه. بالظبط. وهقول لحضرتك حاجه، يعني عارف احيانا الرجاء ده بيتهز جوه المؤمنين، بيتهز وقت أحياناً معين. طبعا. واول ما بيتهز وقت معين خلي بالك مش كبير طبيعي، لكن بيجي بعد وقت قصير جدا تلاقي ايه؟ يتشدد ايمانك. ورقه الشجره اللي هي بدات تدبل وكانها هتموت تلاقيها في نفس لحظه واحده تلاقيها اتشددت واتاخدت ميه من تاني، وتلاقي لا الرجاء مش هيموت فيا، لا انا رجائي مبني على المسيح له كل المجد. حتى في سفر البدادير يقول كده، وهيشجعني وهيقول لي هتقوم من تاني والثمره بتاعتك هتطلع. ويقول لك وورقها لا يذبل. لا يذبل. وورقها لا يذبل، يعني بتعرض لفترات فيها اتعاب، وانا هاخد دوري بقى، دورك كده انت كمذيع، وهسألك انت نفسك ما تعرضتش لاختبار صعب جدا وكان حريق هايل
وحسيت في لحظة من اللحظات انه الدنيا كده خلاص، وفجأة الرب اعطالك رجاء تاني. انا عايزك تشارك المشاهدين بالاختبار ده، لانه حقيقي اختبار كان قوي جدا. انا طبعا بشكر الرب جدا 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 لانه وقف معايا وقواني وشددني، ورغم كانت حريقة المصنع كانت شديدة قوي قوي جدا، قعدت يوم ونص بنتفي فيها، لكن انا عايز اقول لك ان مع كل الحروب الشيطانية دي والحرب الشيطانية اللي كانت الشيطان بيتنطط قدامنا، لكن بنشكر الرب اللي كان في يد خفية إلهية، مش خفية شيطانية، حتى لو حسب الظاهر أنا شفت إن دي حرب من الشيطان على وقت معين، لكن نشكر الرب إن الرب أفشل خطة إبليس وخلانا قائمين، وهنفضل قائمين بسبب وجوده في حياتنا مش بسبب. لكن اتهز رجائك أخ سامي، حسيت بلحظة إنه خلاص الورق يذبل، أنا كده بنتهي، صحيح؟ أنا صدقني هقول لحضرتك حاجة، يعني أنا الوقت ده كان صعب، لكن أشكر الرب. أنا يعني أنا بقول الحقيقة اللي جوايا، ما أقدرش أقول، أنا كان الرب مش كان يعني مظبط أمور كتير حياتي، ورغم كانت المواضيع كبيرة قوي، لكن ما كانش على إيد الرب كبيرة، وكان الرب أعطيني طمأنينة وهادية. كانت الامور جوايا، الخارج لا تتخيلوا شكله ايه، اي لا تتخيل، يعني مناظر واقع مرير، واقع صعب، لكن جوايا صدقني كان في سلام وفي امان. هي دي بقى الايه اللي حضرتك قلتها بالطريقه دي، الايه دي قالها الكتاب المقدس، اذا كنا نرجو شيء غير منظور، ده ما اسموش رجاء، الرجاء في غير المنظور مش في المنظور، الرجاء في الامر غير منظور. يعني يقول الكتاب لاننا بالرجاء خلصنا، ولكن الرجاء الغير منظور او رجاء المنظور ليس رجاء. أيوة. يعني انا ايه اللي يخليني ابقى عندي رجاء في اني هقدر اشرب كوبايه الميه؟ طب ما هي الميه قدامي فهقدر اشربها، لكن الرجاء هو ايه؟ ان انا ابقى عطشان وما عنديش ميه، لكن عندي رجاء ان انا رغم اني مش شايف الميه دي الا ان ربنا هيبعتها لي. الفرق بين الرجاء هو اني بصدق في حاجه انا مش شايفها، وده ما تلاقيهوش غير في المؤمنين. نعم، حقيقي اللي مسلم قلبه لربنا تلاقي ده فيه جدا، انما بعيد عننا اللي بعيد عن الرب ده حتى لو عنده كل حاجه حلوه تلاقيه قلقان من بكره ومش خايف. يعني انا قابلت حد من الناس بعاد عن ربنا، هو مقتدر، فبيقول لي حاجه غريبه قوي، بيقول لي انت عارف يا ابونا الناس كلها شايفيني ان انا معايا وعندي، انا عايز اقول لك انا بخاف. بقول له بتخاف من ايه؟ قال لي انا دلوقتي لو جالي حته مرض قد كده الناس ما تعرفوش ولا الدكاتره يعرفوه، ما هياخد اللي ورايا واللي قدامي. امين. قلت له يا راجل بقى تصدق الكلام ده؟ تصدق ان ما عندكش حاجه وعندك رجاء في انه هيجي لك مرض؟ المؤمن بيبقى عنده الامراض وعنده رجاء ان ربنا يشفيه. امين. احنا معانا اتصال تليفوني يا بنا، ممكن مين معانا؟ مساء الخير. مساء النور. محاضرتك ريني مكمل. ريمو؟ ريني. ريني، اهلا ريني، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. تحت امرك. ممكن اكلم ابونا توما؟ اهو مع حضرتك، اتفضل. ايوه سلام. مساء الخير يا ابونا قبل اذن. العفو، سلام ونعم. انا عندي رجاء في ربنا ان هو هيحل مشكله عندنا. انا عندي اختي عندها مشكله وعايزه حضرتك تصلي لها. امين باسم الرب يسوع، كل مشكله بنحطها قدام ربنا يا اختي رينين النهارده، وطالما عندنا رجاء في المسيح يبقى النهارده ربنا يحل المشكله دي باسم يسوع. انا عندي رجاء في المسيح اللي هو هيحل لها مشكلتها بصلوات حضرتك وصلوات الناس كلها تصليها، ولو حد يسمع صوتي وانا بتكلم كده وبقول يعني حد يحس بنور اختي متجوزه بقى لها 13 سنه وجوزها اتجوز عليها من سنتين. يا ربنا يعلن ذاته، ربنا يعلن ذاته ليهم باسم يسوع المسيح ويحصل شفاء خاص. مش عايزه تحلي اي حاجه. طيب احنا هنصلي. مش عايزه تحلي اي حاجه ومش عايزه تديني تحس بالموجوده او البني ادمه اللي موجوده ليها قلب. هي ليها ربنا قبل كل حاجه طبعا. بس احنا وصلنا لدرجه جامده جدا، احنا محتاجين صلاه جامده جدا باسم يسوع. احنا نحط رجائنا في الرب، والنهارده باسم يسوع حتى المشكله اللي بقالها سنين دي هي اللي يقدر يعمله الشيطان في سنين يقدر يهده المسيح في ثانيه. في اسم يسوع المسيح بعد الصلاه
انا واثق ان ربنا هيتمجد وهتعلن الاختبار ده في اسم يسوع، هيبقى اختبار رائع جدا. يا رب يا ابويا. امين امين في اسم يسوع. نصلي لاجلها باسم يسوع. اتمنى ان الناس تقبل. حاضر هعمل كده فعلا، هعمل كده فعلا باسم يسوع. امين امين. ايوه اي ابونا، في سؤال تاني عايزين نساله حضرتك. ضروري وجود رجاء للمؤمن والخاطي، ولا احنا كمؤمنين عايشين وخلاص؟ ما هو الفكره في ايه يا اخ سامي؟ الفكره انه الناس متخيله انه المؤمن خلاص كسب السماء، لما كسب السماء الرجاء بالنسبه له بقى شيء لا ما مش مهم خلاص، ما انا رايح السماء. لا، انت عندك المؤمن اللي كسبان السماء ده ليه رجاء في انه فلان اللي ما كسبش السماء يكسب السماء. فالرجاء ضروري جدا للمؤمن، ضروري للمؤمن لانه عايز، مش عايز يدخل لوحده. انا مش عايز ادخل لوحدي السماء. يعني انا في يوم من الايام وقفت سمعت كده، كان يوم الاحد اللي فات في الاجتماع، سمعنا صوت ربنا كده بوضوح جوانا انه الرب عايز يفضي الجحيم. امين، عايز يفضيه، يفضيها النهارده باسم باسم الرب يسوع. عايز يفضيه لانه الجحيم معمول لمين؟ لابليس. لابليس وجنوده. وانت لا انت ابليس ولا انت جنوده، يعني انت مش من دول، انت مش من سكان الجحيم. والمؤمن اللي يسكت على حال الخطاه وعلى حال الضعف اللي احنا شاعرين بيه ده مؤمن غير مثمر. عشان كده المؤمن رجاؤه في انه ما يخشش لوحده، يخش السماء ومعاه ناس، معاه بيته، معاه اهله، معاه اصدقائه، معاه عشره العمر. الناس دي في ناس عرفت الرب، يعني في ناس بقى لها عارفه الرب واصدقائها عشره عمرها مش عارفين الرب. نعم. يبقى عنده المؤمن رجاء انه صاحبي ده هيعرف ربنا، انه زوجتي هتعرف ربنا، انه اولادي هيعرف ربنا. انا بس عايز اوجه رساله للناس دلوقتي. اتفضل. العهد اللي انت قطعته مع ربنا خليك ثابت عليه، مهما حصل من ظروف صعبة، مهما حصل من تحديات. العهد ده عهد عرسي، انت خطبك الرب لنفسه واعلن من السماء اكليلك وبهاء مجدك، ولا يمكن هيسيبك ولا يمكن هيبعد عنك. واؤمن ايمان كامل انه العهد اللي انت خدته ده نتيجته بركات غير عادية على حياتك، غير طبيعية. اثبت في العهد، اثبت في العهد الى النفس الاخير، اثبت في العهد ولا تبعد ابدا عن ربنا مهما حصلت ظروف صعبه واحتياجات تمر باسم يسوع. امين يا ابونا. احنا بنثق ان الرساله دي موجهه لناس معينه موجوده. أمين. حاليا قدام الشاشه. أؤمن وربنا بيكلمهم كلام مباشر. أؤمن. فانا بتمنى من كل المشاهدين انهم ما يبرحوش ابدا، ما يطلعوش من مكانهم. امين. عشان في صوت ربنا بيكلمهم الايام الجايه، في الوقت اللي جاي اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. في سؤال تاني يا ابونا، الناس بتساله، الرجاء بيولد الفرح ولا 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 رجاء كده وخلاص مستنينه؟ بالظبط. الرجاء بيولد الفرح لو انا حطيت رجائي في الشخص المظبوط. نعم. يعني اذا انا عندي رجاء في انه الحاله الاقتصاديه هتتفك نتيجة لوجود شخص معين، رئيس مجلس إدارة شركة، مدير، وزير، أيا كان، أنا كده حطيت رجائي غلط وهحزن بسرعة. لأنه مهما أنا عملت، رجائي اللي حطيته في الأشخاص البشرية هيخيب بسرعة جدا لأنه بشر. الفرح إمتى يجي نتيجة الرجاء؟ لما أكون حطت رجائي في الشخص المظبوط. ولا يوجد شخص على وجه الأرض يستطيع أن أنا أحط فيه رجائي غير شخص رب المجد. عشان الفرح بيجي نتيجة أني حطيت رجائي في المسيح، رجائي بس في الرب، نظري دايما على الرب. أنا لا باصص على مين هيدي ولا مين هيقف جنبي ولا مين هيساعد، ولا هعشم في حد إلا ربنا. عشمي كله في شخص المسيح. لما أعشم في شخص المسيح يأتي فرح غير طبيعي، لأنه المسيح عمر ما واحد عشم فيه وتركه أو أهمله أو سابه. ده الكتاب بيقول رجاء البائسين. البائسين أخ سامي، البائسين لا يخيب. في يوم من الأيام جالي واحد حكى لي حدوته كده، يعني حياته كلها متدمرة. فوقفت قدام ربنا قلت له ده أنا عامل معاه إيه ده؟ ده كل حاجة. ربنا كلمني وقال لي إيه؟ قال لي شوف أنت
بتقيس الامر بامكانياتك البشريه. انا عايز اقول لك ان الشخص ده لو جالي انا وطرح ثقته فيا كل الامور الصعبه اللي انت شايفها صعبه وتكاد تكون مستحيله، انا اقدر اخلصها له في ثواني. عشان كده انا واضع رجائي جدا في الرب، وعارف انه اللي حط رجائه في الرب نتيجه وضع الرجاء في الرب فرح غير طبيعي، فرح غير طبيعي. امين. عايز احكي لك يا ابونا موقف انا حضرته في اجتماع كنت مدعو فيه، والاجتماع ده أنا نفسي لما دخلت حضرته كان عبارة عن مكان في سفينة يا ابونا، وكل اللي موجودين تقريبا فيه كلهم مرضى بأمراض خبيثة وأمراض يعني صعبة صعبة، يعني ممكن الناس تروح وممكن الناس ما تروحش. أنا حضرت الاجتماع ده بنفسي، فقعدت أصلي قلت يا رب يعني انا هقول لهم ايه الرجاء اللي جوه، يعني انا هقول لهم ايه الرجاء، يعني اقول لهم رجاء ايه؟ يعني في ناس ممكن تموت هي وماشيه لان الامراض كلها صعبه جدا، انا شايف قدام مني زي كانهم الهزيع الرابع خالص، يعني عارف يعني ناقص لهم ايام، ناقص لهم شهور، حتى الدكاتره بتقول الكلام ده. وبعدين جه قال لي الخادم اللي دعيني بيقول لي يا اخ سامي انا عايز في واحده اخت عايزه تقول اختبار. انا اتبسطت جدا بالفكره اللي انا حاجه مفرحه في وسط حاجه تفرحني تديني رجاء. طب فلقيت واحده سيده بسيطه جدا بعيد عنك عندها مرض السرطان، وهي كانت بتتكلم وتقول انا حتى يعني هي بالطريقه البلدي بتاعتها حتى الجلابيه اللي على جسمي انا مش متحملها من المرض اللي انا فيه. لكن هي قعدت قدام التلفزيون زي ما احنا قاعدين دلوقتي قدام التلفزيون، وحد من الناس اللي ربنا بيباركهم صلى معاها من خلال التلفزيون وقال لها حطي ايديك على الشاشه، وهي فعلا سمعت صوت الرب، يعني سمعت للصوت الخادم اللي هو بيقول لها الكلام ده، وصلت معايا ونامت. بعد ما صلت نامت، بعد ما نامت يا ابونا بتقول لك الوجع اختفى يا رب يسوع، اختفى من بعد الصلاه دي اختفى. هللويا. وبعد ما اختفى حتى هي راحت بعد كده للمستشفى اللي هي بتتعالج فيها وعملت تحاليل جديده واشعاعات جديده ولقت نفسها ما فيش اي نوع من الالم ولا التعب اللي انا شفته بعينيا مع هذه السيده. عايز اقول الرجاء ده مولود فينا وهيفضل فينا حتى لو كان ابليس بيحاربنا في الرجاء ده حقيقي. فاحنا بنثق جدا ان صاحب الرجاء لا يخيب عنه امر، يعني ولا يستحيل عن رب شيء. عشان كده من كتر ما كان ربنا عايز الناس تبقى عندها رجاء فيه، قال ايه؟ انه فتيله مدخنه لا يطفئ وقصبه مردوده لا يقصف. حتى 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 الامر ده ربنا حطه قدامنا عشان يفهمني، حتى لو انت بتطفي ليك رجاء انك تقوم تاني وتنهض تاني. امين امين. احنا لينا رجاء في اله حي امين قام من الاموات. صحيح. ويقيمنا معه ويقيمنا معه. نشكر رب ان الهنا حي أؤمن. ومسيحنا حي أؤمن. عشان كده رجائنا فيه لا يخيب، رجائنا حي برضه، واحنا رجائنا حي. وعايز اطمن كل المشاهدين يا احباء الرب احنا لينا ثقة كبيرة جدا في المسيح له كل المجد. أؤمن يا رب. لا يتركك رغم ضيقتك وألمك ورغم فشلك اللي انت وصلت ليه، لكن تأكد ان ليك ظهر كبيرة جدا. عارف ظهرك مين؟ يسوع المسيح نفسه. مبارك اسم. احنا لينا بعض التعليقات موجودة معنا عايز اقراها لحضراتكم. اختنا اجيا بتقول الله الان يأمر جميع الناس أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. الله لا يشاء موت الخاطي مسلما يرجع ويحيا. إن اعترفكم بخطاياكم فهو أمين وعادل حتى يغفر لكم خطاياكم ويطهركم من كل اسم. من تاب واعتمد خلاص. كل هذه الآيات تدل على إن باب التوبة والخلاص مفتوح مفتوح ما بيتقفلش. مهما كانت خطاياك كبيرة والشنيعة وصعبة ومحدش متحملك لا في بيتك ولا في أعمالك ولا حد متحملك، أنا عايز أقول لك باب خلاصك مفتوح. التوبة بقى هنا أخ سامي. فضل يا أبونا. مهم أول أن أقول الكلام ده للناس أنه الرجاء هو بدايات التوبة. الرجاء طبعا. آمين. هو بدايات التوبة، أن أنا أرجو
ان الرب يقبلني ويبقى عندي شعور احساس ده فيني ان الرب هيبدا يقبلني، ده الرجاء اللي يزقني يقوم زقني على التوبه. اول ما بقف قدام ربنا تايب يقول الكتاب المقدس يغسلني الرب من كل خطاياي وكاني لم اخطئ ابدا. شفت الرجاء خدني منين لفين؟ من المزابل. رجاء الابن الضال حصل له كده، ايوه ترجى الرب اقوم الان واذهب الى ابي. دي ما كانش توبه، ده كان رجاء. ابونا لو تسمح وضح لنا جدا الوقت ده عن ابن الضال، لان في ناس موجوده الان شايفينها ما عندهمش امل ولا رجاء انهم يعني هيرجع يعيشوا مع ربنا، والناس دي خايفه، خلي بالك نفسهم بس خايفه، وابليس قافل عليهم. ده صحيح. فمعلش وضح لنا ازاي ان يعني بعد الشر اللي عملناه وعشناه والظلمه اللي احنا عايشناها دي معقوله ربنا هيقبلنا؟ هو ده بقى، هو ده اللي عايز حضرتك توضحه لمشاهدينا، لانه مشاهدينا دلوقتي هم متحيرين عايزين يطمنوا على انفسهم. هل بعد الشر اللي عملوا ده والخطايا الكتيره والكبيره ورفض المجتمع ليهم وبرضه في رجاء من المسيح؟ ممكن توضح لهم؟ انا هقول لحضرتك على حاجه. كتير مننا بيشعر انه خطاياه اكبر من ان تحتمل، وحقيقي في مننا ويمكن كلنا اولنا واولهم انا خطايانا صعبه جدا ومريره جدا وتقيله علينا جدا 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 جدا، ولما بنبص لنفسينا بطريقة يعني زي ما إبليس بيبصلنا، بيبصلنا على إننا أهده أنت عملت الخطية، إزاي ربنا هيقبلك وإنت بالنجاسة دي وإنت بالقذارة دي وإنت في الزبالة دي؟ ربنا ده طاهر، وإنت طالما عايش في النجاسة دي أنت انفصلت عن الله، وإنت رحت مش هيسمعك. خلاص مهما قلت مش هيسمعك، أنت لكن هيسمع. اللي بقى بيحصل إنه إبليس بيحاول بكل طريقة يفقدني رجائي في الله. في مرة قريت قصة أحد الرهبان في الدير وقع في خطية صعبة جدا، وبعدين بعد ما وقع في الخطية الصعبة دي بقى مش عارف يعمل إيه، فبقى يقول إيه؟ بقى يقول أنا خلاص، أنا عمل خطية ضد رهبانته، يعني هو يعني خطية صعبة صعبة خالص. فوقف قدام ربنا وقعد يصلي بعد ما عمل الخطية دي، وقف يصلي وقال له يا رب، قال صلوة جميلة قوي، قال له يا رب أنا طين وبشتاق للطين، ولكن لم تعاونت مع الأبرار فما المنفعة، وإن تعاملت مع الصديقين فما هي النتيجة؟ يعني أنت لو تعاملت مع البار أنت مفيش منفعة، ما هو بار، وإن تعاملت مع الصديق النتيجة ما هو صديق، أنا محتاجك. فجاله الشيطان ظهر له وقال له يا جدع انت قادر تقف بنجاستك دي قدام ربنا؟ قادر تقف بالقذارة اللي انت فيها دي قدام ربنا؟ انت بجح. راح رد على الشيطان رد حلو قوي، قال له انت بتضربني بمرزبة وانا بضرب الله بخطاياي، لكن انا بضرب الله ولي رجاء انه هيسامحني. عارف كتب الكاتب قال ايه؟ قال ان الشيطان قال لهذا الشخص، قال له سأتركك لا لأجل نقاوة قلبك، ولكن لكي لا تأخذ إكليلا آخر فوق إكليلك وهو إكليل الرجاء. الشيطان ما قدرش يطفي رجاءه بالرغم أنه قايم من الخطية. أنا عايز أقول لحضرتك يا اللي قاعد ماسك السيجارة في إيدك، يا اللي قاعدة عندك خطية صعبة جدا، يا اللي بتقولي أو بتقول أنه حياتي كلها بقت مدمرة، عايز أقول لك أن الرب شايفك دلوقتي بيقول لك ليك رجاء. لو تقدر تستغل الدقيقة دي الرب يقدر يمد إيده ليك بالبركة ويقدر يتوبك تماما النهاردة، ويقدر بسبب رجائك لو دب فيك شوية رجاء بأن ربنا يعرف يعمل معاك معجزة، أنا أؤمن أنك هتقوم من اللي أنت فيه وتنهض من اللي أنت فيه وترمي السيجارة اللي في إيدك وترمي النجاسة اللي في ذهنك وترجع لبيتك وترجع لنفسك، والرب يقيمك من جديد باسم يسوع المسيح. أمين. أمين يا بنا. يبقى في كل إنسان بعيد عن ربنا ليه بابه مش مقفول، عمره ما يتقفل. لا الرب لا بابه لا مقفول، وهو في نفس الوقت كمان ما يقفلش الباب على نفسه. بالظبط كده. يعني الخاطئ اللي هو بين خطاياه كبيره ما يقفلش الباب لنفسه. الابن الضال ده صلى فين؟ ده صلى وهو في وسط الخنازير. هو وسط الخنازير قال له اقوم الان واذهب الى ابي، وقعد يقول له اقول له يا ابي اخطات الى السماء وقدامك. والرب ما استناش لحد ما يجي لحد بيته، يقول لك اذ لم يزل بعيدا راه ابوه. أيوة من بعيد. ايوه يا رب، ايوه ما زال بعيدا، لسه بعيد. يعني نقدر نقول لكل واحد مشاهدينا ما زلت بعيدا، قرب
والرب شافي. حضن الرب مفتوح. هو ده بقى الرجاء. هو ده الرجاء. انه ابقى بعيد. والشيطان دايما يا ابونا عايز يقفل الباب ده. لا هو ده الباب اللي ابليس عايز يسرقه منك. ابليس عايز يسرق الباب. صحيح. لكن صحيح. عايزين نطمن المشاهدين بنقول لهم تاكد ان ذراع الرب مفتوحه مهما كانت الخطيه. كبرت صغرت خطاياك انت بتحجمها بتسميها باسماء صعبه، لكن انت ليك رجاء قدام الرب له كل المجد. تعالى ارتمي في حضن بابا. في اكتر من اللص سرق السماء. ايوه ده كان في الاعدام، ده قتل وزنى وعمل بلاوي الدنيا. نعم. ده انا متهيألي هو في السماء فوق، واحد من اللي قتلهم مات على رجاء القيامه وقتلهم وواقف يصلي معاه، فبص جنبه قال له انت ايه اللي جابك هنا؟ ازاي قدرت تيجي؟ ده انت اللي قتلني. ايوه. كنت عايز اقول حاجه يا ابونا اللي بالنسبه لمناسبه اللص ده، هما رغم اتنين لصين زي بعض، يعني ده قاتل وده قاتل، ده مجرم وده مجرم، لكن في واحد صدق وواحد استهتر واستهان. صحيح. فانا اتمنى من كل قلب كل المشاهدين معانا النهارده يعملوا زي ما اللص عمل. هو عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا النهارده في سنه 2016. عارف بقال اللص ده بقاله 2016 سنه اللي هو رفض المسيح، عمال يصرخ في جهنم ومفيش استجابه. صحيح. لانه ما استغلش. واللص الثاني اللي هو اللص اللي قاعد اللي جنب المسيح، هو الاثنين زي بعض. صحيح. ده لص وده لص، ده خاطي وده خاطي، ده شرير وده شرير. اللص الثاني اللي هو تاب وامن وصدق المسيح له كل المجد، بقاله 2016 سنه موجود مع المسيح بيهلل وبيشكر وفرحان، والثاني اللي ما صدقش دخل جهنم وقاعد بقاله. وبعدين بعد اذن حضرتك يا ابونا، هو 2016 سنه عدوا عليه وهو عمال يصرخ صرخه واحده. صحيح صحيح. ولسه. صحيح. ودي رساله. تعال اخويا المشاهد انقذ نفسك، لانك ليك اب حنين مستنيك. ابونا استاذنك هقرا كمان من اخواتنا اللي بعتين رسائلهم. زمن الافتقاد ورد المسلوب. امين. يوجد رجاء لكل شخص على الارض، والرجاء في الهنا. هو يريد ان جميع الناس تعرف الحق والحق يحررهم مهما كانت خطيئة الانسان. يوجد رجاء في اله الرجاء. يسوع يبارككم ويستخدمكم بقوه. امين امين. أميرة بتقول إيه يا ابونا؟ أميرة عواد، كل خطية ليها توبة. حلو خالص. وغفران ورجاء، لكن في خطايا ليها عقاب أرضي مثل القتل لازم يتم لو هذا الإنسان عايز يتوب توبة حقيقية. أنا هتكلم على الأخت أميرة دي وأقول لها إحنا لما نيجي نتكلم عن عقاب الخطية، إحنا بنتكلم على مجتمع وبنتكلم على أرض وبنتكلم على واقع، لكن أنا بتكلم على الرب. عقاب الخطية هي الخطية اللي ما تبتش عنها، اللي ما تبتش عنها، اللي ما تبتش عنها دي اسمها خطية. لكن الخطية اللي تبت عنها عقابها اتشال في الصليب. أمين. العقاب الأرضي موجود، لكن العقاب السماوي اتشال في الصليب، وأنا بقى لي أبدية لا تنتهي مع الرب. أمين. أبونا نستأذنك نطلع فاصل ونعود لمشاهدينا. انتظرونا، تقلبوش القناة، خليكم معانا في كلام حلو ربنا بعته لينا. تفضل. يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك، وليس بأحد غيره الخلاص،
لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. جواتك على قناة الكرمة كل يوم خميس وهنا الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة. تستطيع أن تشاهد هذا البرنامج في أمريكا، في كندا، في أوروبا، في شمال أفريقيا، في الشرق الأوسط، أينما كنت. عايزين نشجعك ونقول لك جه وقتك، جه وقتك تاخد التعويض الإلهي، جه وقتك تتبارك، جه وقتك تتعلم تغفر، جي وقتك تاخد حقك من الله، جي وقتك تنال الوعود العظيمة اللي ربنا وعدك بيها. وأقول لك كمان حاجة مهمة قوي، جي وقتك تنال شفاء، تاخد حل المشكلة، جي وقتك، لأن ربنا كمان بيقول لك جي وقتك عشان ألمسك لمسة حقيقية. على قناة الكرمة كل يوم خميس من هنا تستطيع أن تشاهد. جواتك. في يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. أهلا وسهلا مشاهدينا، رجعنا تاني مع أبونا توما. أهلا بك يا أبونا. أهلا بك أخي. في كل الأسئلة اللي احنا سألناها احنا فرحنا بيها جدا وربنا كلمنا فيها. في سؤال تاني يا أبونا عايزين نكلم حضرتك نسألك فيه. الرجاء يغير السلوك والحياة؟ أولا لازم نتكلم في أمرين. الأمر الأولاني الرجاء اللي يغير هو الرجاء في شخص الرب يسوع. أمين. ولازم نفرق تماما بين رجائي أنا كمؤمن ورجاء الخاطي. أنا مهم قوي 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 يعني المشاهدين يفهموا الفرق ما بين الاثنين.
ايه الفرق بين الخاطي والمؤمن والشرير؟ في فرق بين الخاطي والشرير. والشرير طبعا. طب طبعا ال- 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 الخاطي هو الشخص المخدوع من عدو الخير، رافض خطاياه، وعنده مرار انه نفسه يقوم ويعرف الخطية ويعرف انه دي خطية، ولكن عنده مغلوب من خطايا مش قادر يقوم، فيشعر وخز الضمير وتعب. ده الخاطي. الشرير هو الذي يعلم انه يصنع الخطية ويصنع الشر، وهو مصمم متمسك بيها، مصمم على صناعة الشر وصناعة الخطية، ولما تيجي تكلمه يتكلم باستهانة قلب وأساوة قلب غير طبيعي. الخاطي وقف قدام الله وصلى وقال يا رب أنا لا بعرف أصوم ولا صلي ولا أقدم ولا 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 زي ما عمل العشار. نعم. لكن قرع على صدره وقال ارحمني يا رب أنا الخاطي. هل هذا الخاطي له رجاء؟ أيوة. إيه؟ طالما وقف وصلى يبقى في جوه قلبه طلع إحساس بإن في رجاء إني أقوم من جديد. آمين. إنما الشرير رجاؤه يخيب. ليه؟ لأنه بيعتمد في رجاؤه على شره، فبيقول إيه مثلا؟ أنا محدش هيقدر يقف قدامي في السكة الفلانية، أنا أعرف فلان ومعايا فلان ومعايا فلان ومعايا فلان، هقدر أعمل وأسوي وأعمل وأسوي. أنا معتمد على ذكائي في 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 إني أداري على خطاياي، فبالتالي مهما حصل أنا مش هتفضح. فبيحط رجاؤه على ذاته، يحط على رجاؤه على إمكانياته، رجاؤه محطوط بشكل غلط، هذا الرجاء يخيب. لكن الخاطي اللي طلع قدام ربنا بكسوف وخجل وخابط على صدره وقال ارحمني يا رب انا الخاطي، يقول الكتاب عنه ايه؟ ان العشار وليس ان العشار وليس الفريسي خرج مبررا دون ذاك امام الله. خرج مبرر. ليه؟ لان الرجاء زقه للتوبه، التوبه قبلت من الله، رجع هذا المؤمن تائب. يبقى الرجاء للخاطي بدايات التوبه، الرجاء للخاطي بدايه للتوبه. امين. لعازر كان ليه رجاء يا اخ سامي انه يقوم؟ فين؟ ده ميت، هو الميت بيتحرك، هيجي منين الرجاء؟ هيجي منين الرجاء؟ لكن رجاء مين اللي قومه؟ رجاء مريم ومرسى. لو كنت ها هنا لم يمت اخي، لم يمت اخي. كان عندها رجاء انه وجود الرب يمنع الموت. يعني ناس دايما تقول، وده حقيقة يا ابونا، وجود الرب حتى في حياتنا يمنع الموت الروحي. بالظبط كده. هي بقى قالت له لو كنت هنا لما مات اخي. ناس كتيره فسروا الايه وقالوا ان هي بتلوم ربنا وتقول له انت اتاخرت عليا فعشان كده هو مات. لا، هي مش بس كده، هي لو اتخذت بمنظور تاني هتاخد ان هي بتعلن ان وجودك يا رب نعم بيمنع الموت. فلو كنت موجود مع العازر ما كانش مات، لكن طالما انت جيت يبقى برضه هتقويمه. فهو رد عليها قال لها ايه؟ ان امنتي. ايوه، طرينا مجد الله. ليه قال لها الكلمة دي؟ لأنه شاف فيها رجاء. رجاء، عندها رجاء أنه في حاجة هتحصل. فالرجاء حرك إيد ربنا للعازر عشان يقوم. الذي بلا رجاء هو الإنسان الشرير اللي مصمم على شره، وهيعوز الرجاء فإيه؟ هو مبسوط بكده. إنما الخاطي لو ليه رجاء، ليه رجاء. ألم يخطئ بطرس الرسول وأنكر الرب وكان ليه رجاء؟ الراجل اللي اسمه زكى العشار كان ليه رجاء ولا لا؟ ده لو ما كانش ليه رجاء ما كانش طلع على الجميزه. لو ما كانش ليه رجاء انه يشوف الرب ما كانش طلع على الجميزه. لم يكن للسامريه رجاء، كان ليها رجاء، لانها لو ما كانش ليها رجاء ما كانتش قالت ارى انك نبي، هذا هو المسيح المنتظر. اتحرك فيها الرجاء. ما كانش فيه رجاء للمراه التي امسكت في ذات الفعل، الرب دب فيها الرجاء لما قال لها امدانك احد؟ قالت له لا يا سيد. كلمة لا يا سيد دي بس كانت بداية الرجاء لهذه المرأة. امين. ابونا احنا معنا تليفون، مين معنا في التليفون؟ الو الو الو. ايوه، مين معنا؟ الو، مساء الخير. اميره. اني اميره، اتفضلي. ممكن اكلم قدس ابونا؟ ابونا سامع حضرتك. ايوه اتفضلي.
انا محتاجه اكلمك يعني. اتفضلي، بس ممكن توطي صوت التلفزيون شويه؟ حاضر حاضر. عشان تسمعيني من التليفون. اتفضلي. ابونا سامعني؟ ايوه سامعك تمام. انا يا ابونا انا عارفه ومتاكده ان انا خاطئه يا ابونا بس انا محتاجه اتكلم مع حضرتك واعترفك بكل اللي جوايا. ممكن؟ اتفضلي اتفضلي. احنا ما يهمناش نعرف احنا انت عملتي ايه، الرب عارف كل حاجه، لكن انت عندك استعداد للتوبه النهارده؟ انا عندي استعداد للتوبه النهارده، بس حاسه ربنا مش في حياتي. بصي حاسه ربنا مش في حياتي في كل حاجه. انا معاكي وحاسس باللي انت بتقوليه ده كويس جدا، بس عايز اقول لك على حاجتين. الحاجه الاولانيه مجرد اتصالك النهارده عشان تتصلي وتعافري عشان توصلي للكنترول، الكنترول يحولك على هنا، ده اسمه رجاء. انت اسمك اميره صح؟ اميره؟ انا اسمي اميره. بص يا اميره، رجائك ده بقى، رجائك ده لن يخيب ابدا. احساسك بعدم وجود الله ده لان الكتاب بيقول يا بنتي الايه دي، خطاياكم صارت فاصل بيني وبينكم. اللي فيه الاحساس بعدم حضور ربنا ده علشان انا عملت خطايا كتير وشرور كتير، فحاسس ان ربنا منفصل عني. لو انت عندك رجاء وعندك ايمان دلوقتي ان ربنا يقبلك، انا متاكد انه بعد التليفون ده حاجات كتير قوي يا اميره هتتغير. عندك استعداد تصلي معانا؟ عندي استعداد. يعني انا ماتوا حضرتك، ماتوا مني 3 اطفال، انا لسه وانت ما كملتش اسبوع الابن الثالث مات مني في سنه واحده. فطلبت من ربنا وترجيت كتير قوي من ربنا ان ربنا يتدخل ويخليني طفل منهم، فربنا ما قبلش، ما قبلنيش خالص. لا يا بنتي، انا متاكد بقى ان الله هيعوضك لما تصلي معاه، وانا عارف انه ده حاجه بتوجع جدا جدا جدا، وعارف انه الم صعب جدا جدا جدا، وتمسكك بربنا ده هيخليك النهارده تقبلي المسيح بشكل جديد، وهتتصلي بينا تاني وتقولي لنا انا معايا طفل، وهتسميه، نسميهولك على الهوا دلوقتي. نفسك تسميه ايه؟ نبيل. عايزه اسميه ايه طيب؟ كان نفسي اسمي يوسف. عايزه اسمي يوسف؟ كان نفسي اسمي يوسف. ماشي يا ام يوسف، تعالي، انا مش عايزك تبكي، انا عايزك تصدقي ان ربنا هيعمل معجزه. ويا ام يوسف ابعتي لنا، لانه ربنا هيديلك يوسف، ابعتي لنا على البرنامج وهنصلي دلوقتي. وانا متاكد يا ام يوسف ان ربنا سمعك وشاف صلاتك وهيديلك يوسف وهتفرحي بيه، بس لما يديلك يوسف ما تنسيش تقولي لنا عشان نفرح معاك. ممكن نصلي مع بعض دلوقتي؟ طب تعالي غمضي عينيك يا اميره معايا، خلينا كلنا نصلي، كل الموجودين حتى في الكنترول روم واللي موجودين معايا دلوقتي، يا ريت كلنا نصلي للي بالايمان اسمها ام يوسف ان ربنا يبعت لها الطفل ويجدد رجائها فيه ويشفيها من كل روح مرض. يا رب يسوع المسيح، يا رب انا بسلمك قلبي، انا بسلمك قلبي وحياتي. اغسلني بالدم، اغسلني بالدم، طهرني بالكامل، طهرني من اليوم انا بنتك، من اليوم انا بنتك، وانت ابويا، وانت ابويا، بقبل ابني من ايديك كعطيه. مش بقبل ابني من ايديك كعطيه، وبقبله وبيدخل الان في الرحم في اسم الرب يسوع، بيتولد باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. لا موت، لا موت، لا اجهاض، لا فشل، اميره بالكامل باسم الرب يسوع للرب. ويوسف سيأتي قريبا جدا يفرح قلب أبوه وأمه باسم يسوع المسيح. أؤمن يا أميرة أن الرب لمسك، وأنا متأكد لما تتابعي معانا أنا متأكد أنك هتفرحينا. وقولي لأبو يوسف، قولي لأبو يوسف أبونا بيقول لك افرح، الأيام اللي جاية حضر نفسك، تقل جيبك لأن ابنك جاي. أمين يا بنتي. امين امين يا امير. امين. ربي يبارك في اميرة، وباسم يسوع صلاة مستجابة. معانا تليفون تاني. امين. الو الو، مساء الخير. اهلا وسهلا اختنا سماح. انا ليا سندوتين. نعم ليا سندوتين. اهلا وسهلا. ليا سندوتين صلاة. تلبتين صلاة. تلبتين صلاة. اتفضلي يا اختنا سماح.
تقدر اقولها نفسي انا وجوزي ربنا يعني يمنانا بالروح القدس اللي يكون بنشهد يكون بيثمر فينا، نفسي في كده بصلي عشان كده كتير، وعايزه يعني ابونا يصلي برضه معايا عشان الموضوع ده، جميل. وكمان ابننا يصلح في مخافه ربنا. وليا تنبه تاني ان هو عشان جوزي تعبان شويه، عنده حصوات على الكلى وعنده قرحه في المعده وحاجه في الرئه، ان ربنا يشفيه. اسمه ايه جوزك اخت سماحه؟ اسمه مجدي. مجدي. اه ابو بولا. طب انت عندك ايمان النهارده انه مجدي يتشفي وانه تتملوا من الروح القدس وانه يبقى بيت للرب؟ عندي ايمان، بس النهارده حكايه الشفا دي، الشفا يعني مش عارفه، بحس ان ربنا بيستنى شويه، بيجي في الهزيع الرابع، بحس ان ربنا مش هيشفي في الاول كده، طيب. مش عارفه الفكره دي صح ولا لا. لا، ممكن ربنا يجي في الهزيع الاول عادي. انت عارفه هو جه ليه في الهزيع الرابع؟ عشان هم ما صرخولوش في الهزيع الاول. هم لو كانوا صرخوا في الهزيع الاول كان جه في الهزيع الاول، لكن هم اعتمدوا على فكرهم واعتمدوا على ثقافتهم للبحر واعتمدوا على قوتهم، فهو استناهم لحد ما صرخوا. اول ما صرخوا هو جه. ما تيجي نصرخ دلوقتي، ما نستناش للرابع. ايه اللي يخلينا نستنى الهزيع الرابع؟ صحيح. طب تعالي نصلي يا سماح. يا رب يسوع المسيح، انا بحط مجدي بين ايديك النهارده. امين. مجدي وسماح باسم يسوع المسيح. انا اؤمن ايمان كامل انك بتملاهم الان من الروح القدس، بتملاهم الان بملء روح الله، بتملاهم الان بقوه سكيب ابن الله الحي، بتملاهم الان بكل مواهب روحك وبكل ثمار روحك. اؤمن يا رب ان اخويا مجدي بيتشفي من كل مرض في جسده. اؤمن يا رب ان اختي سماح باسم يسوع المسيح تكون شاهده حيه حقيقية عن مجدك وعن سلطانك، تملاها من روحك، تغطيها بدمك، تغطي ابنها بالدم الكريم. البيت ده يشهد عنك يا رب الايام اللي جاية، ويكون رجاؤه مبني على اساس الصخر يسوع المسيح. اؤمن انه سماح ومجدي وابنهم مليانين بالفرح والسلام والوفاء والتعويض والتعضيد بقوة اسم يسوع المسيح وسلطان الروح القدس. امين. امين. طمنيني يا سماح على مجدي. حاضر يا ابني. خدي رقم تليفون الخدام عشان تتابعي معاهم وتقولي انه مجدي ربنا شفاه، انا متاكد. حاضر يا ابونا. تعيش يا بنتي، ربنا حافظ عليك. امين. الو، معنا تليفون تاني. مين معانا؟ الو الو الو. ايوه، اهلا وسهلا بيك. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله، نشكر ربنا. مين معانا؟ انا ابو بولا من المنيا. انا يا اخ ابو بولا، اتفضل يا اخو. متشكر. كان بس ممكن كان في استفسار صغير ممكن اسال عنه؟ اتفضل. هو الصراحه التوبه حلو، بس انا بالنسبه لي كل ما بغلط وباجي اقدم توبه في فكر بيحاربني، ممكن اقوله؟ اتفضل يا حبيبي. الفكر ده بيقول ان انا حتى لو قدمت توبه، التوبة دي ممكن ما يكونش لها لازمة أو ما تكونش قوية. السبب إن أصبح من الشائع أو المعروف حاليا إن الإنسان عند موته بتحضر ملائكة وبيحضر بعض الشياطين، واخد بال حضرتك؟ وأنا ممكن أستدل على كده إن إحنا في الأجبية لما بنزرع بنقول وعد مغادرة نفسه من جسد أخضري ولمؤامرة الأعداء الذمي. تمام. فزرت كذا قصه ان اثناء مبادره الروح من جسد الشياطين بتحضر، وعاده اصبح برضه من خلال قرايه الكتاب المقدس عرفت ان في شياطين بتبقى اقوى من الملائكه، واستدل على كده ان في ملاك في شيطان منعه ان هو يروح برساله لدانيال لمده 21 يوم، وان رئيس الملائكه نفسه ما قدرش على الشيطان لولا قال له ينتهرك الرب. وانا ساعه ما وفيتها كل حوله على القوه، فهل الله في اللحظه دي هينجدني حتى لو انا مقدم توبه؟ امين. وده السؤال. شكرا. تعيش يا ابو بول. انا عايز اجاوب على السؤال ده. شويه طبعا. باستفاضه. سؤال مهم. اولا في خطا شائع احنا بنقع فيه. المؤمن اللي بيقدم توبه هو ضمن الحياه الابديه. امين. يعرف منين انه ضمن الحياة الأبدية؟ كيف يعلم انه ضمن الحياة الأبدية؟ الكتاب المقدس، خلينا دايما نستشهد بكلمة الله الحية، لأنه كلمة الله الحية
هي اللي تعرف تفهمنا السكة فين. الله لم يطالبني إطلاقا إلا بإني أقرأ كلامه وكتابه المقدس. في كتابه المقدس بيقول إنه الله يريد أن الجميع يخلصون، الجميع وإلى معرفة الحق يقبلون. يبقى كده في إيه؟ في إرادة إلهية بإن الكل يعرف ربنا. طب الكل، مش الكل هيدخل السماء، يبقى هل الله هنا أضعف من الشيطان؟ أبداً. لكن أنت اللي خليت الشيطان أقوى في حياتك لأنك سمعت الكلام. فخضوعك، خضوعك للشيطان، خضوعك وتسليمك بأنه الشيطان أقوى والشيطان أصعب، وفكرة أنه الشياطين، أنه في شيطان أقوى من الملاك، دي فكرة مش مظبوطة كتابياً. إذا كان الشيطان منع الملاك على أنه يجي لدانيال، فده مش معناه انه اقوى، لكن ده منع الملاك بامر الهي، وكانت مشيئه ربنا انه يفضل دانيال بيصلي طول ال 21 يوم لكي يختبر الرب قوه صبر دانيال، لان الكتاب بيقول ايه؟ في الصبر تزكيه، وفي التزكيه ايه يا ابو بولا؟ رجاء. يبقى كان بيختبر ايه الرب طول ال 21 يوم في دانيال؟ اختبر صبره، صبره خلاه يحصل له ايه؟ يديله تزكيه، التزكيه اديته ايه؟ اديته رجاء، الرجاء اداله ايه؟ اداله تنفيذ للطلب. الايه بقى لما تقراها، اذا كان الشيطان حاول يمنع الملاك انه يوصل لكن ما قدرش عليه، الملاك وصل لدانيال، الطلبه تسددت وجت، ومفيش حد قدر يقف قدام ولاد ربنا. اما بالنسبه لفكره انه الشياطين بتحضر لما الانسان بتفارق نفسه جسده، عايز اقول لك في مثل الغني والعازر. في مثل الغني والعازر، العازر هو المؤمن التقي الذي كان يعرف الله، والغني هو الشرير اللي كان عايش في شره. لما العازر مات، ما الكتاب ما قالش اطلاقا انه حضر شيطان واحد عند خروج نفسه من جسده، بل قال ان جات وحملته الملائكه الى السماء. اما الشرير فراح بشره للشيطان. اذا المؤمن اللي بيقدم توبه في حياته وتوبة قوية في حياته، لا يمكن للشيطان انه يكون موجود في لحظة مفارقة النفس من الجسد، بل بالعكس، بمجرد ما بيغمض عين المؤمن عن هذا العالم في موت الجسد، يفتح عينيه على سماوات جديدة وارض جديدة. اوعى يضحك عليك الشيطان ويفهمك انك ممكن تخش جهنم وانك ممكن تخش السماء، انا مش عارف حسب اعمالي. لا يا حبيبي، الكتاب بيقول ليس باعمال كي لا يفتخر أحد، ليس بأعمال كي لا يفتخر أحد. الأعمال اللي أي عمل بعمله، إن كان خير أو إن كان شر، لا الخير هيدخلني السماء ولا الشر هيدخلني جهنم. اللي هيدخلني السماء هو إيماني، واللي هيدخلني جهنم هو عدم إيماني بالرب، عدم توبتي بالرب. حتى في الأجبية اللي أنت استشهدت بيها وأنا أحبه جدا، في الأجبية بيقول برضو في قطعة من القطع، وبأعمالي ليس لي خلاص. فاكر الحتة دي؟ قطعة من القطع اللي بتتقال في الأجبية، وبأعمالي ليس لي خلاص، أي أن الكنيسة نفسها بتشهد أنه الأعمال ما بتدينيش الخلاص. أما إيه اللي بيدي الخلاص؟ إيماني، لكن إيمان بدون أعمال ميت. إذن إيماني الأول، نتيجة إيماني هيبقى فيه أعمال. طب نتيجة أخذ إيمان إزاي؟ بالتوبة يا أبو بولا، تقدم توبة، تؤمن ان الله سمعك دلوقتي. وانت يا أبو بولا سمعت انك من المنيا، ينفع تركب قطر عشان تيجي القاهرة، تركب قطر مش عارف راح فين؟ بعد ما تركب القطر والقطر يتحرك، تقول له هو القطر ده راح فين؟ ولا لازم تتأكد ان القطر اللي انت راكبه رايح القاهرة؟ كذلك لازم تتأكد في حياتك، الحياة بتاعتك دي واخدك لحد فين؟ اوعى تكون فاكر ان الشيطان اقوى من الملائكة، الكلام ده مش مظبوط ابدا يا أبو بولا كتابيا. واستشهادك بانه منع الملاك، الشيطان منع الملاك، ده استشهاد يدل على ان الملاك اقوى، لانه حتى منع الشيطان كان بسماح من الله، وفي الاخر برضو الملاك جه وهزمه وادى البركة لدانيال. القوة، قوة التوبة في رجائك. لو عندك رجاء دلوقتي يا أبو بولا، لو عندك رجاء دلوقتي بانه ربنا يقبلك، لو سمحت قدم توبة حالا دلوقتي. قول له يا رب انا بتوب عن كل اعمالي اللي فاتت، روح كنيستك، اقعد مع ابوك الروحي، خد جسد الرب ودمه، واقبل من النهاردة انه يكون المسيح في حياتك. صدقني يا ابو بولا، صدقني هتتغير كل موازين عمرك بمجرد ما تقبل ان التوبة تدخل قلبك وحياتك. امين.
امين. عايز اقول جمله صغيره قبل ما احنا معانا تليفون تاني يا ابونا. لازم اقول من كل قلبي ان الرب اقوى من الشيطان حقيقي. ولو انا دايما هقول الرب اقوى من الشيطان، الشيطان ده بدل ما هو عمال يوسوس في ودن كتير هيضعف، هلاقي صوت ربنا داخل جوه ودني وابليس تلاشى. لكن لازم دايما احتمي في الاقوى اللي هو يسوع. نعم. معانا تليفون تاني، اهلا وسهلا، مين معانا؟ الو، اهلا وسهلا. بنت الرب من اسيوط. اهلا وسهلا بنت الرب، اتفضلي. ممكن اتكلم وتسلمها؟ الرب اتفضلي. ابونا سامع حضرتك. اهلا وسهلا بنت الرب. الو، مساء الخير. اهلا وسهلا، سلام يا بنت الرب، ازي الصحه؟ انا ليا طلبة صلاه. اتفضلي. انا نفسي اثبت في المسيح واربح نفوس ليه. هللويا، من اجمل طلبات الصلاه. الله يباركك، الله يبارك. الله يبارك. وعندي طلبة صلاة تاني. اتفضلي. انا متجوزة لي 10 سنين، بس انا واثقة في ربنا انه هيديني، نفسي يديني طفل واسميه صموئيل. طب يا ام صموئيل، يعني احنا عندنا ام يوسف وام صموئيل في الحلقة. امين. شوف يا ام صموئيل، يا رب ثباتك في الرب، ثباتك في الرب بيجي نتيجة قرايتك. نعم. ثباتك في الرب بيجي نتيجة قرايتك للكتاب المقدس. يقول الكتاب المقدس الذي انا بقرا كتير. اشكر الله، لان الكتاب بيقول في ناموس يلهج نهارا وليلا فيكون كشجره مغروسه. بمجرد ما بنقرا الكتاب المقدس احنا بنتغرس اكتر في الرب وبنثبت اكتر في الرب. اما بقى بالنسبه لصمويل، فاللي جاب صمويل لحنا هجيب صمويل لبنت الرب، وهتفرح بنت الرب وهتسميه صمويل، وهيكون عليه مسحه صمويل في اسم يسوع المسيح. عندك الايمان ده؟ امين. تعالي نصلي. طيب امين. وطي التلفزيون شويه عشان تقدري تسمعينا ونصلي مع بعض. اشكرك. تعالي بنصلي. يا رب انا بحط ايدك النهارده على بنت الرب. امين. بنتك اللي بين ايديك يا رب طالبه الثبات فيك، ثبتها فيك. تعالى يا رب عليها بثمر غير عادي، اجعل ثمرها يدوم باسم يسوع المسيح. تثبت في النعمه، تثبت في القامه. اؤمن يا رب يسوع المسيح انك النهارده بتدي لبنت الرب سرع بشر صموئيل، يا رب يكون عليه مسحه غير عاديه وقوه غير عاديه، ويشهد عن عملك، ويكون يا رب يسوع المسيح من اولاد النور المباركين وامتداد لملكوتك. اسم يسوع بنت الرب تشهد عنك في كل اسيوط، وتعرف اسيوط الرب بالكامل باسم يسوع المسيح. آمين. وتخرج نهضه من اسيوط نتيجه اختبار بنت الرب، وتثمر بنت الرب بثبات غير عادي في اسم يسوع المسيح القدير. امين امين. الرب سمع الصلاه واحنا مستمرين. أؤمن. وثقتنا في الرب كبيره جدا. معانا تليفون تاني، اهلا وسهلا. اهلا. ايوه اهلا وسهلا بيكي، مين معانا؟ انا كارول عزت من الجديده. اهلا وسهلا كارول. ممكن اكلم ابونا؟ ابونا سامع حضرتك، اتفضلي. الو، تعالي يا ابونا. اهلا سلام. انا معيش، كنت عايزه اسال سؤال. اتفضلي. هو في فرق بين الرجاء والتمني؟ في فرق بين الرجاء والتمني؟ اه. حلو قوي السؤال ده يا كرم، ربنا يبارك. اه، ولو في فرق ممكن اعرف ايه هو؟ تمام، حاضر هجاوب. التمني حاجه ممكن تحصل وممكن ما تحصلش. تمام. حاجه ممكن تحصل وممكن ما تحصلش، يعني انا بتمنى مثلا اني انجح، فممكن اتمنى انجح وممكن لا قدر الله ما يحصلش النجاح ده. لكن الرجاء هو الثقة في انه اللي انا بصلي لاجله هيحصل، لاني انا طارح كل رجائي في اللي ما عندوش مستحيل. فالرجاء هو اني اؤمن ايمان كامل وارجو من الله الذي يستطيع كل شيء انه هيعمل معايا معجزه. اذا الرجاء هو ايه؟ هو الايمان الكامل، حاجه مش شايفها بعينيا لكن برجوها من مين؟ من شخص ربنا. انما التمني ممكن لا. عشان كده واحنا بنصلي بلاش نقول لربنا انا بتمنى يا رب انك تقف جنبي، لا، قول لربنا انا ارجو يا رب انك تقف جنبي، لاني رجائي فيك لا يخيب. حط دايما الايه دي يا كارل قدامك، رجاء البائسين لا يخيب، رجائك في الرب لا يخيب. وطالما الرجاء لا يخيب يبقى التمني يخيب، لان انا ممكن اتمنى
وما يحصلش، إنما الرجاء لا يخيب أبدا. آمين. أتمنى أن يكون وصل لك الإجابة والرب هيجاوب أكتر وأكتر. ألو، أيوة، مين معنا تليفون تاني؟ مين معنا؟ أيوة، أنا مرامي. أنا يا مرامي. أيوة، سامعينك يا مرامي، تفضلي. أيوة ماشي. أتصابونا؟ أيوة يا مرامي، معاك أنا أهو. طب أتصابونا معايا ولا إيه؟ أيوة أنا معاك أهو. طب ممكن حضرتك، بس إحنا بس يعني جوزي اتعرض لنصب، يعني فلوسه اتنصب علينا يعني في فلوسنا. والفلوس دي كانت يعني عامل قرض هو وبمرتبه يعني، فضاعت فلوسنا يعني، الناس ضحكت عليه وخدت منه الفلوس، واحنا حاليا يعني عايشين يعني في عذاب، ومفيش داعي يعني احكي لك مشكلتي. فاهم عايزه تصلي الصلاه الجامده ان ابونا يصلي لنا، ان فلوسنا دي ربنا يبعثها لنا باي طريقه، يرجع لنا اللي سرقنا، يعمل اي حاجه. نؤمن. عندك ايمان؟ عندك ايمان يا مرامي انه ربنا يعمل كده؟ عندي ايمان، لان احنا الله يخليك، انا معايا ثلاث اولاد ومش لاقيين يعني، حتى يعني ما فيش داعي كيدك يعني، ربنا يسترها. ربنا يسترها عليك. طب ممكن لو سمحتي، لو سمحتي بس تسيبي لي نمرتك مع كنترول روم عشان انا عايزه اتواصل معاكي. حاضر ماشي، ونصلي دلوقتي في اسم يسوع، ربنا يرجع كل مسلوب يا رب. باسم يسوع يا رب. يا رب انا بصلي لمرامي وابو رامي النهارده يا رب، انك يا رب تلمسهم لمسه خاصه، وكل مسلوب يترد ليك يا رب. هم حاطين رجائهم فيك وفي شخصك. ما عندناش يا رب حد تاني غيرك نلجا له، لا عندنا واسطه ولا عندنا ظهر نتسند عليه غيرك. انت يا رب سندهم، وانت يا رب ظهرهم، وانت يا رب الواقف معاهم. وان كنت يا رب قلت عن نفسك كده انه تعالوا الي يا جميع المتعبين، فبنتك تعبانه هي وجوزها واولادها، تعال يا رب انت وديهم من خيرك ومن غناك، انت بتعطي بسخاء ولا تعاير. رجع كل مسلوب لمرامي وبرامي النهارده باسم يسوع المسيح، يترد كل مسلوب، وانخص يا رب قلب كل سارق، يرجع اللي اتسرب ده كله ويتحط تاني في اسم يسوع المسيح قدامهم، ويكون ليهم خيرهم وبركتهم، فرح قلبهم وقلب بيتهم باسم يسوع المسيح القدير. واؤمن ان كل فلوس اتسرقت بترجع تاني، وهم حاطين ثقتهم ورجائهم في شخصك باسم المحبوب يسوع. اصلي وليك الكرامه وكل المجد. امين. امين يا مرام. امين. طمنينا يا مرام، وسيبي لي رقم تليفونك لو سمحتي. امين. في حد؟ الو، ايوه، مين معنا في التليفون؟ التليفونات كتير. الو، ايوه، ايوه، مين معانا؟ ايوه، انا اسمي مارلين. اهلا وسهلا بيك. لو سمحت كنت عايزه تربط صلاه لطفله اسمها مينيرفا موريس، هي عندها عامله عمليه جراحيه في القلب وبقالها اسبوع في الرعايه. اسمي يسوع. اسمها ايه يا مارلين؟ ميرفا. مينيرفا موريس. ميرفا. مينيرفا موريس. امين. امين. هي عندها كم سنة؟ عندها سنة ونص. يا رب يسوع، في اسم يسوع المسيح ربنا يحط ايده عليها النهاردة وتقوم بالسلامة. امين. باسم يسوع، حماية الدم عليها في اسم المسيح الحي. بنتنا تقوم الان يا رب من كل روح مرض. يا رب حاطين رجائنا فيك، رجائنا الذي لا يخيب فيك وفي شخصك. اؤمن يا رب ان كل طفل اهله بيصلوا لاجل اي مرض، انا بصلي يا رب ان كل اطفالنا اللي معرضين لامراض واللي عندهم امراض، احنا حاطين ثقتنا ورجائنا في شخصك الكريم يا رب يسوع المسيح. المسهم لمسه خاصه يا سيد الكل. ادي يا رب لاولادهم، لاولادنا المؤمنين واولادنا يا رب اللي بيعانوا من امراض في اسم يسوع المسيح. انت تقدر يا رب تنتهي روح المرض عن شعبك، تنتهي روح المرض عن اولادك، تنتهي روح المرض عن اطفالنا باسم يسوع المسيح القدير. اؤمن يا سيدنا الرب. اؤمن يا رب. امين. 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 امين يا مارلين. طمنينا يا مارلين، يا ريت تطمنينا لو سمحتي، ضروري. امين. ابونا، احنا هنرجع تاني لبعض الاسئله اللي هي بتدور في حوالين افكار المشاهدين. والسؤال اللي هو بيسال دلوقتي، هل يوجد انواع للرجاء؟ في انواع للرجاء يعني. انا اعرف في رجاء حي، في رجاء ابدي،
في رجاء الخلاص. ده صحيح. فلو حضرتك تقدر تحضرتك توضح لنا ايه الانواع الرجاء في في, في في رجاء اللي هو بيسميه الكتاب رسالة بطرس الرجاء الحي. رجاء الحي الرجاء الحي ده هو الرجاء في اني احيا حياه روحيه سليمه مع الله. في رجاء الخلاص وده للخاطئ. نعم. انه الخاطئ عنده جواه كده مشاعر انه مش هيفضل كده وهيقوم وهينهض. في الرجاء الابدي بيبقى نادم مش عايز مش مش قادر واقع في الطينه وعايز يقوم. عايز يقوم. عنده رجاء ان ربنا يقبله. امين. ده رجاء الخلاص. في بقى الرجاء الابدي اللي هو بتاع المؤمنين بقى اللي هو رجائي بانه يسوع يجي جاي ياخدنا على السحاب وجاي ياخدنا على سحاب البد رجائنا المبارك ونعيش معاه بابديه لا تنتهي. ده اسمه الرجاء الابدي. في بقى الرجاء في المسيح اللي اتكلم عنه حضرتك قلته في اول الحلقه اللي انا اترجى المسيح في الامور الارضيه. اذا كنت ترجيت المسيح في الامور الارضيه فبولس راح قال انا ايه اشقى جميع الناس. اشقى جميع الناس ليه بقى؟ لان انا بحس انه اللي بيجي يطلب من الله طبعا ما اقصدش اللي بيطلب امور عينيه ما اقصدش ده بالذات يعني انا بقصد اللي بيجي بلا ايمان ما عندوش ايمان ما عندوش علاقه حقيقيه بربنا ويجي يسمع انه في مثلا اجتماع شفاء او اجتماع لاجل التحرير ويسمع انه في حد مستخدم وربنا مباركه في الشفاء مثلا ويقول الخادم ده كويس فيجي هو بلا ايمان هو ما عندوش مش ما عندوش ايمان ما عندوش علاقه حقيقيه بالله هو تطلعاته اقصاها انه عايز يخف عايز يخف ويروح بيتهم بس جاي حاطط ايده فين بقى جاي حاطط ايده في جيب ربنا جاي عايز من ربنا دور في جيب ربنا ربنا منع يعمل ايه بقى يمشي وما يجيش تاني ده اشقى جميع الناس انا شفت بعينيا اجتماع شايف حاصل وفي واحد واقف جنب التاني ال- 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 الراجل ده بعكاز ساب العكاز ومشي والتاني قاعد على كرسي بعجل مش راضي يقوم عمال اللي على كرسي بعجل ده عمال يبص للعكاز كده وما بيصليش وبتاع العكاز ده واقف على رجليه بالعكاز كده عمال يصلي فجأة ساب العكاز ومشي فجالي بعد الاجتماع بيقولي شفت ربنا ما بيحبنيش شاف فلان وما شافنيش قلت له هسألك سؤال أمام المسيح انت كنت بتصلي قبل ما تيجي قال لي انا عمري بقالي 18 سنه بعد حسب ما دخلتش كنيسه قلت له ما انت جاي ليه قال لي جاي سمعت ان في شفاء ده رجاء يخيب يا خيب طبعا طبعا ليه بقى لان انا جاي حاطط ايه في جيبه عايز فلوس عايز بركه عايز شفاء عايز عروسه عايز مش عارف ايه عايز طب افرض جه ربنا قال لك انا مش عايز اديلك دلوقتي انا عايزك تعزني انا هتعمل ايه ساعتها؟ هنا الفرق ان رجائي في المسيح ان اعيش معاه ده اسمه رجاء. رجائي اني اشفى من خطاياي ده رجاء الخلاص. رجاء ان المسيح يجي على سحاب المجد ده رجاء الابدي، لكن رجائي اني اخف رجائي اني مش عارف يحصل ايه في ايه لا هذه الانواع من الرجاء ما كانش ليها علاقه حقيقيه بالله تخيب. حتى الرب نفسه قال جملة خطيرة جدا قال اطلبوا اولا ملكوت الله وبره هذه جميعها تزاد لكم الساحة تزاد كل ده يزاد لدرجة انه قال لهم ليس عليكم ان تطلبوا شيئا في هذا مين قال لكم انكم تطلبوا حاجات من دي الحاجة الوحيدة اللي انا بوصيكم تطلبوها هي ملكوتي وبري ايوه نعم لانه كل ده هيزاد لكم هيزاد لكم وبرغم من كده في مرقس 16 قال لهم هذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي يتكلمون بألسنة جديدة ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤوا أنا مش ناسي الأتعاب اللي انتوا هتبقوا فيها لكن في نفس الوقت أنا عايزكم لما تيجوا تصلوا ما تخدوش بالكم من الأمور دي أنا هعرف أتصرف فيها أنا عايزك تخلي بالك من خلاصك خلي بالك من حياتك الروحية خلي بالك من عيالك اللي ممكن يضيعوا بسبب خطاياك وإهمالك فيهم أنت كاهن بيتك لما تشرب سيجارة قدام ابنك هيشرب سيجارة زيك لما تمسك الكتاب المقدس قدام ابنك هيمسك الكتاب المقدس زيك ابنك هيعيش اللي انت عايشه مش هيعيش اللي انت عايزه انا هقولها له تاني قولها يا ابونا ابنك هيعيش اللي انت عايشه مش هيعيش اللي انت عايزه يعني وانت عايش مع الرب هيعيش مع الرب لكن لو انت مش عايش مع الرب وعايزه يعيش مع الرب مش هيعيش مع الرب لو قلت له بطل سجاير وانت بتشرب سجاير هيشرب سجاير لكن لو انت بتصلي وشايفك بتصلي هيصلي معاك عارف
أخسامي كان من حوالي 3-4 أيام ابني جوشوا أنا دخلت أصلي، فهو بيتمرن تدريبات تايكوندو وحاجات من دي، فالتايكوندو ده خده قوي بقى في التدريبات وبطل يصلي. أنا بقيت أدخل أصلي، فبقى هو يعمل إيه؟ يدخل يصلي، يقلدني ويدخل يصلي. فقلت لربنا أشكرك يا رب، لأنه ابني مش هيعيش اللي أنا بقول له عليه، هيعيش اللي هو شايفه مني. شايفه طبعا. لما شافني دخلت صليت، دخل هو صلى. لو شافني بلعب معاه هيلعب معاه. نعم. عشان كده أنا بتعلم وبعلم وبقول لكل يا جماعة، أولادنا وبناتنا رجاءنا في المسيح إن هم يطلعوا أقوياء في المسيح، لما إحنا نكون أقوياء إحنا كمان في المسيح. أبونا أنا عندي سؤال تاني، بس عايز أضيف حتة صغيرة. حنية الرب وحبه الشديد ممكن يشفي الخاطي اللي هو مش طالبه. صحيح. يعني هو جاي بس هدفه أنا مريض، أنا عندي شلل، أنا عندي قلبي وجعني، أنا عندي البنكرياس تعبني، أنا عندي، ومع ذلك الرب بيشفيهم حقيقي زي العشر برص. كنت هقولها لحضرتك، عشر برص أهو ربنا شفاهم كلهم. صحيح. يعني فيش واحد جه قال له يا رب أشكرك لأنك شفتني كتر خيرك، لكن رجع واحد بس يمجد ربنا ويقول له شكرا لأنك شفتني. هو بقى السؤال يا أخ سامي. اتفضل يا أبو. هو العذر اللي ربنا قومه لسه عايش ولا مات؟ مات. والمرأة نزفة الدم ما هي ماتت، وكل اللي شفاهم ربنا ماتوا. لكن تعالى بقى بص لمعجزة أقيم وأروع. العذر اللي ربنا قومه من الموت لما عرف الرب بقى ليه حياة أبدية. المرأة نزفة الدم لما عرفت الرب بقى ليها حياة أبدية. نعم. ناس كتيرة بهتم بالجسد وبشفاء الجسد، والجسد للتراب. لكن المعجزة الحقيقية اللي ربنا عايزها دلوقتي إنه يصحصح رجائك ويخليك تؤمن إنه أنت بدون الرب ملكش حياة، وفي الرب ليك كل الحياة. بمرضك، بتعبك، بألمك، بضيقك، جيت له بمرضك، عايز مشيئته إنه يشفيك هيشفيك، عايز مشيئته إنه تفضل بالمرض هيخليك بالمرض. ولكن في نفس الوقت عايز أقول لك إنه مفيش واحد حط رجائه في ربنا أيوه. وربنا خايب ظنه فيه أبدا أبدا مستحيل. ده على المستوى الشخصي أنا نفسي مفيش مرة حطيت رجائي في ربنا. ده لسه من يومين احكي لنا حاجة بسيطة كده من يومين بس احكي لنا يا بونا. كنت بصلي إن ربنا يبعت لي عود إلكتريك. أنا يعني صليت ده من يومين بس، يعني أبسط حاجة يعني، وعرفت إن العود ثمنه غالي يعني. فانا انا انا عايز اعزف للرب، وانت عارفني لسه جايين من اجتماع بنعمل ايه، عايزين نسبح ونرنم. ايوه نسبح. فبعدين قلت لربنا انا عايز عود. ده كان يوم الحد. يوم الثلاث يعني قلت لربنا عايز يوم الثلاث، يوم الحد، يوم الثلاث لقيت حد من المؤمنين جايب لي العود الالكتريك نفس المواصفات اللي انت عايزه، نفس اللي انا عايزه، نفس اللي انا لدرجه ان انا من كتر ما صدقتش رحت قايل للاخ المؤمن ده قلت انت مأجره؟ صدقني انت مأجره؟ قال لي عيب يا ابونا مأجره ايه؟ ده انا جايبه، انا ربنا شغلني بيه. فقلت قدام ربنا يا من تحنين وكريم يا رب، حتى ابسط الامور انت بتهتم بيها وبتعوزها وبتخلي. على فكره يمكن اقول لك ده يعتبر بالنسبه لك حاجه بسيطه جدا، لكن بالنسبه لي انا انه الرب يهتم باصغر تفاصيلي كده. إذا كانت الأمور الصغيرة قدر يهتم بيها، وما بالي بالأمور الكبيرة بقى، اللي عنده سرطان واللي ابنه تعبان واللي بيعاني واللي بقى ربنا شايفك وساكت، صدقني سيتدخل الرب قريبا في حياتك، وستشهد عن عمل الرب بقوة غير عادية الأيام اللي جاية. هللويا. أمين أمين. أبونا إحنا مبسوطين جدا بالكلام اللي رب حاطه على قلبك، وعندنا أسئلة تانية. في سؤال تاني يا ابونا برضو بيدور في افكار الناس، الرجاء يحمينا من الفشل واليأس ولا الرجاء ده حاجة ثانوية في حياتنا؟ ويعني الرجاء عكس الفشل واليأس. يعني لما نحط فشل ويأس نحط جنبيهم رجاء، يتبدد الفشل واليأس تماما. الزكى العشار لم ييأس اطلاقا في انه يرى الرب اطلاقا، لدرجه انه من كتر الزحمه طلع على جميزه وهو رئيس عشارين، حاجه كده زي مأمور ضرائب يعني، حاجه محترمه يعني.
مركز اجتماعي كويس جدا جدا جدا، وكل الناس كانت تهاب وتخاف، وراجل يعني مقتدر، وطلع على الجميزة ولم ولا هم منظره ولا شكله ولا ولا ولا. نتيجة هذا الرجاء الذي بلا يأس، ما بصش قال يا الدنيا زحمة مش عارف أقابله، أنا ما كنت نفسي أقابله، لا قرر وطلع على الجميزة. الأربع أشخاص اللي دلوا المفلوج من السقف ما عندهمش يأس، كان ممكن يفشلوا لا عندهم يأس ولا عندهم فشل، وبالرغم من كده رأى يسوع رجائهم وقوم المفلوج. عندي واحد زي بطرس الرسول قال للرب وهو لسه سمعان، قال له تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيئا، ده يأس وفشل. فجأة راح قايل له ايه؟ لكن على كلمتك، كلمتك درجة على كلمتك امين القي الشبكة. نقل الرب من اليأس للرجاء بالكلمة بتاعته. يبقى اللي ينقلني من الفشل واليأس للرجاء هو ايه بس؟ كلمة الله. يبقى الفشل والرجاء، الفشل واليأس ده عكس الرجاء تماما. الذي له رجاء ما عندوش فشل، الذي له رجاء ما عندوش يأس، هيحصل، همتلك الأرض، هاخد البركة، هتيجي النعمة. الفشل واليأس هم أعداء الرجاء، أعداء الرجاء. أبونا أنا بتذكر موقف في الكتاب المقدس مع لما كان موسى على الجبل وإيديه بقت تقيلة وبدأوا أخواته يسندوه ويرفعوا إيديه تاني، وكل ما هو رافع إيديه يحصل انتصار. عايز أقول إن النهاردة بالذات إن الرب له كل المجد، عايز يقول لك مهما إيديك ارتخت صحيح الرجاء تاني هيتشدد وهيرفع إيديك تاني، وهتفضل طول عمرك إيديك مرفوعة. جميلة جدا ومش ورائعة شوف الرجاء لا يخيب. عارف بقى أنا بشبه إن الإيدين الاتنين اللي سندوا موسى هو الرجاء والإيمان. هللويا. إيمان موسى بإنه مش هيتهزم، رجاء موسى في إنه هو الرب بس اللي هينصرني، هو اللي خلي إيديا مرفوعة وبتكمل صلاة. عدم إيماني بالصلاة، عدم رجائي في المسيح بيخلينا بطل صلاة بسرعة. لو إيليا النبي فقد رجاؤه في صلوة من الصلوات السبعة اللي صلاها علشان المطرة تنزل، ما كانش المطرة نزلت، لكن ظل رجاؤه صامدا من الصلوة الأولى للصلوة السبعة لحد ما جه تلميذه قال له في غيمة قد كف الإيد. وعلى فكرة أخي سامي، الغيمة اللي كانت اللي قد كف الإيد دي كانت فين؟ كانت على البحر. أيوه. طب ودي حاجة تشل أصلا. يعني بكل بساطة كده، أي واحد بيروح المية لازم يشوف في غيمة لأنه تحت مية. أيوه صح. لكن لما تبقى غيمة قد كف الإيد، احنا بنشوف غيمة قد كده، لما نشوف غيمة قد كف الإيد في المية يبقى ده احنا كده باظت. وبالرغم انه كان في غيمه قد كف الايد، كان رجاء ايليا يقول ايه؟ حس دوي مطر. هللويا. حس دوي مطر، حتى لو في غيمه قد كف الايد حسيت ان ربنا بدا يحرك قلبك، انا بقول لك حس دوي مطر، خلي عندك رجاء في المسيح. حس دوي المطر ده يا ابونا هيخلي كل حياتنا امطار سماويه هتغطينا وتغطي اللي حوالينا. امين يا رب. وهنشوف مجد الرب بعد الجفاف اللي عشنا فيه، او الاهالي والناس اللي بتشتكي بالجفاف ده، المطر جاي بغزاره باسم الرب يسوع. امين. احنا عندنا وقت ضيق قوي يا ابونا، عندنا سؤالين مهمين عايزين حضرتك. الرجاء هل هو داخل الانسان ام خارجه؟ الرجاء طبعا من داخل، داخل الانسان ولا خارجه؟ من داخل الانسان، مفيش رجاء من الخارج. الرجاء دايما بيبقى حاجة عمل من روح الله، عمل من أعمال روح الله داخل الإنسان البشري، هو اللي بيحرك جوه الإنسان إنه يبدأ يبقى عنده رجاء. زي برضو الابن الضال، إيه كان رجاءه الخارجي عشان يقول أقوم الآن وأذهب إلى أبي؟ نعم. إيه الواقع اللي حواليه شافه خلاه يقول أنا لازم أروح لأبويا دلوقتي؟ مفيش. ده هو قاعد مع الخنازير اللي أبوه بيعتبرها نجاسة، ضيع كل فلوسه، عنده أخ كبير مشتكي، يعني هو متخيل أخ كبير ده عمال يزن على باباه، أهو سابك، أهو باعك، أدي الابن الصغير اللي أنت كنت بتدلله. فهو مفيش في الواقع عنده أي نوع من أنواع الرجاء. مفيش حد هيقدر يأثر على قلب الرب بالظبط، لأسوته علينا أبدا باسم يسوع. هو ده بقى الرجاء بقى خلى إيه بقى؟ كان عمل داخلي جوه الابن الضال ده، حس من جواه إنه مشتاق لأبوه، حس بحنية أبوه بالرغم من الأسوأ اللي حواليه. بمجرد إحساسه ده قال له أقوم الآن وأذهب إلى أبي. والرب لم يخزي رجاء الابن، وقال له وهو لم يزل بعيدا رآه أبوه ورقد عليه.
أبونا إحنا عندنا سؤال أخير وعايزينك تجاوبنا عليه. الرجاء، هل يوجد جعالة للرجاء؟ طبعا. يعني جايزة. في جايزة؟ طبعا. اللي عنده رجاء ده؟ طبعا. ومنتظر وصابر ومش مهزوز، الرب هيجاوبه هيطمنه ولا هيكون كل التعب ده والانتظار ده؟ لا 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 لا، في آية بتقول. أيوة يا أبونا، ده سؤال مهم جدا بنختم بيه حلقتنا جد، وبنقول لكل مشاهدينا الرب بيجاوبنا بإجابات سماوية باسم يسوع. الكتاب بيقول إيه؟ إنه الذين منتظرون الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور. يبقى بيعملوا في الأول بيطيروا، بعد ما بيطيروا يرقدون ولا يتعبون، بعد ما كانوا بيطيروا بقى بيعملوا إيه؟ بيجروا، وبعديها يمشون ولا يعيون، بعد ما كانوا بيجروا بقى بيعملوا إيه؟ بيمشوا. فاضل إيه في الآية دي؟ يسحفون. يعني كنا بنطير مع ربنا وبعدين تعبنا من الطيران ولسه الرب ما عملش حاجة، بقينا نجري مع ربنا. تعبنا من الجري ولسه الرب ما عملش حاجة، بقينا نمشي مع ربنا. عايز أقول لك بأن في كل ده، في كل ده يقول الكتاب إيه؟ يمشون ولا يعيون، يرقدون ولا يتعبون. يبقى جعالة الرجاء إيه؟ إنهم يرفعون أجنحة كالنسور، لا يتعبون لا يعيون. الرجاء اللي فينا لا يخلينا نتعب ولا يخلينا نعيا، بل بالعكس نجدد قوة ونقوم وننهض ونكمل ونبصش ورانا ونكمل للأمام، لأن أنا أؤمن أن المستقبل في إيد ربنا هيكون أبرع بكتير جدا جدا من ماضي عشناه في ضعف وضيق وألم. أبونا أنا هقرأ آية واحدة وحضرتك هتصلي، هنقول لمشاهدينا رب يبارككم، بس هقرأ لهم آية مهمة قوي موجودة في سفر الرؤية صح 22 عشان المكافأة، مكافأة الرجاء. بيقول إيه أحلى كلامه؟ ها أنا آتي سريعاً وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. أنا الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر. طوبى الذين يصنعون وصايا لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة. أمين أمين. ده رجعنا إن إحنا لينا وطن سماوي ولينا مجازات، ولينا مجازات. أنت مجازاتنا إن إحنا هنكون معاه كل حين. هللويا هللويا، كل حين معاه، وده ده اللي يفرحنا، ده تعزيتنا وده رجعنا الأساسي ان احنا معاه كل حين باسم يسوع. ربي يباركك يا ابونا، يباركك اخ، يبارك لك بوجودك، وانا كمان اتبارك. وعايزين حضرتك تصلي لكل المشاهدين اللي سمعونا وما عرفوش يسالونا. والرب له كل المجد، اللي ما سالناش حتى الرب يجاوبه في سؤاله يسوع. على انا مشغول انه لو انت عايز تسلم قلبك وحياتك للمسيح النهارده وعندك ايمان جواك ورجاء انه ربنا هيقبلك، انا متاكد ان ربنا هيقبل الزاني والزانيه والنجس والمدمن والشاذ واللي واقع في خطايا صعبه ومريره، اللي عنده ضعف في كل ادويه حياته اتعبها. انا بقول لك كل الخطايا الكبيره اللي في نظرك، صدقني قداسه الله ونعمه الله ودم المسيح يطهر من كل خطيه. انا بقول لك الرساله دي لان في ناس سكان في الجحيم فوق دلوقتي بيتمنوا الدقيقه اللي انت قاعدها قدام التلفزيون دلوقتي، الدقيقه دي لو استغلتها هتتنقل من الجحيم للسماء. عايزك لو انت عندك هذا الايمان ارفع ايديك معايا دلوقتي وصلي، وصلي معايا انك تسلم قلبك وحياتك للمسيح والرب يقبلك. يا رب يا رب يا رب يا ابن الله الحي، يلي بايديك مقاصير الارض وخزائن الجبال ليك، انا بصلي لكل مشاهدينا اللي قاعدين دلوقتي يا رب طالبينك بقوه وطالبينك بسلطان. مد ايدك لاولادك، ضع فيهم رجائك، حط فيهم سلطانك، اشفي امراضهم، اغفر خطاياهم، نجيهم من كل حزن رضيء ووجع قلب، حوطهم بقوة ملائكتك القديسين. اجعل ولادك يا رب مشاملين بالنعمة وبالبركة وبالقوة وبسلطان الروح القدس. اقبل يا رب كل خاطي دلوقتي بيرجع وبيتوب. اقبل يا رب كل واحد قطع علبة السجاير وقال من النهاردة أنا للرب. اقبل يا رب كل واحد رفض الزنا اللي في حياته وقال أنا هعيش للرب. اقبل يا رب كل بيت مفكك بيرجع ويتوب ويرجع قدامك. اقبل يا رب كل ابن تاه بعيد عنك بيرجع. اقبل يا رب كل ولادك اللي رفعوا قلوبهم ليك النهاردة لكي يستنيروا بقوة روحك. انت رب بابك مفتوح للكل، اقبل الكل. خلاص يا رب الوقت مقصر والهيام شريرة، خلاص يا رب انت اكيد على الابواب. يا رب كل الامور بتعلن عن مجيئك ومجيئك
قريب جدا لمجد اسمك. صحصح النفوس، قوم الابطال يا رب. المجد اسمك صحصحنا، فوقنا من اللي احنا فيه. خلينا نمسك صلبان وننهض للعمل الروحي. مصر محتاجانا، الوطن العربي محتاجنا، العالم كله يا رب محتاج لكلمه منك، واحنا سفراءك. هات المسكونه ليك، فضي الجحيم على ابليس وجنوده، واملى السبب من العباد الحقيقيين اللي عايزين يعبدوك بالروح وبالحق. يا ابن الله الحي، باسم يسوع المسيح اصلي ولك الكرامه وكل المجد.